بعد إذن حضرتك سؤال كمان. أنا في ناس أذتني نفسيا كتير، فأنا بكل مرة كان يحصل حاجة وبعدين أرجع عادي، يعني مفيش حاجة حصلت أروق بسرعة وكده، بس رجعت خلاص دلوقتي بقى قلبي مقفول من ناحيتهم خالص، بعملهم بما يرضي الله بس مقفولة منهم. خلاص ما فيش مشكلة، مفيش مشكلة في كده يعني؟ لا مش مشكلة. طب بعد إذنك يا شيخ ممكن تدعي لولادي بالشفاء، الله ولاد يعافيهم يا رب، المسلمين؟ الله يعافيهم ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب يا رب يا يا رب رب يا رب ربنا إياك.